يسأل هذا السائل يقول: ما رأيكم في كفالة يتيم أو أيتام عن طريق المؤسسات الخيرية؟ هل يدخل هذا في الأحاديث الواردة؟ اليتيم فيه كفالة اليتيم فيها فضل عظيم، والإحسان لليتيم أوصى الله جل وعلا به قرآن العظيم من جملة الحقوق. واليتيم لا بد أن تعرفه، لا بد أن تعرف اليتيم وتتحقق منه. أما يتيم ما تعرفه ولا تدري عنه فهذا لا يستحسن أنك تقوم بكفالته، بل تصدق بالمال. إذا كان عندك مال تصدق على الفقراء والمحتاجين. نعم.